التهاب القولون التقرحي او التهاب الكرونز، هذا عباره عن مرض غير معروف سببه، بسبب تغيير في مواد الالتهابات اللي موجوده في غشاء القولون او الامعاء الدقيقه. يتم تشخيص هذه الامراض عن طريق طبعا اخذ التاريخ المرضي للمريض، وممكن بعدها يسوي اشعه وايضا المناظير والعينات وبعض الفحوصات الاخباريه للخروج. في عامل وراثي بسيط في هذا المرض. اذا كنت تعاني من الام في البطن غير طبيعيه ونقص في الوزن ودمع الخروج، انصحك انك تراجع دكتورك مال الجهاز الهضمي للاطمئنان والتاكد ان ما في اي مرض من هذه الامراض. والف سلامه.